غير بالنسبة لهذا وغنرجع للسؤال ديال الرياض قبيلة، بالنسبة للغرامات والعقوبات اللي تفرضت على الوداد، فما عرفتش بالضبط شنو هو القانون، شنو الارتيكل اللي تطبق على الوداد، لأنه كاين مجموعة ديال لي زارتيكل، كاين داك 15، كاين 13، كاين مجموعة واللي فيهم في البعض ديالهم بأنك تقدر توقف عامين على المنافسة. يعني واش انت ما بغيتو الوداد؟ لا 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 لا، ماشي قضية حنا بغينا الوداد توقف. حرام عليكم اصاحبي، الحمد لله عليكم الوداد ترونكي. لا فهمتيناش، لا لا سي با سا، لا لا ماشي هذا الشيء، حنا بالعكس، حنا ما كرهناش يكون استئناف وتكون شي حاجة أخرى، حنا ما كرهناش الماتش يتعاود، ولكن غير نعرفوا شنو هو تطبق، شنو اللي تطبق على الوداد، اش من ارتيكل بالضبط تطبق على الوداد. سي نجيب، ما كنشوفوكش الجانب العاطفي. دابا أنت داك الشيء اللي قلتي لي دابا، واش طبق قانون؟ واش من قانون طبقوا بعدا؟ يعني واش طبقوا علينا شي قانون ولا كيفاش داروا لهذا الشيء؟ باش نعرفوا حتى الوداد خصو يعرف. طبقوا عليك، طبقوا عليك الارتيكل 17 ديال لو ريغلومون دو لاكاف 17 اللي تستند على قرار ديال الحكم. هذا الارتيكل واضح، يقول لك اي فريق ممتنع ما حضرش مثلا باش يجري مقابله او بدا مقابله ورفض ينهيها، يعتبر انه في حاله فورسي صافي، وتيخسر المقابله. هذا الارتيكل، ولكن هذا الارتيكل باش نمشي نستند عليه خصني وثائق اللي تبين لي بان فعلا هذاك الفريق راه ما كملش. القاء سي كاساما اليوم دار تقرير تيقول بان الوداد رفضت تأنف المقابله. وي هذا هو علاش استند. ايوا الحمد لله ملي داروا غير ما عجبكمش القلال. لا بالعكس، مزيان ملي داروا غير هذا الارتيكل هذا، لانه شفت كنت انا طلعت على لا القانون ديال الكاف، كاين بزاف ديال لي زارتيكل، فيكفي انك تكتب يعني هذا باش تقلب على سميتو، فكيخرج لك بزاف ديال لي زارتيكل اللي فيهم يعني هاد ما يتعلق بهاد المساله هذه. اذا هاد المساله هذه غنشوفوا، وما كرهناش كذلك يكون معنا سي سعيد الناصري رئيس فريق الوداد البيضاوي، وضح لنا الموقف ديال الوداد، شنو غيديروا، شنو الاجراءات المقبله باش نعم. انا اللي بغيت نسول سي بنحو، واش الاستئناف لا يلغي الحكم الابتدائي؟ الناحيه القانونيه لا ما توقفوش دونك ما توقفوش يوقفوش. نعم. كاخر تساؤل، تحدثتي على هذه المساله ديال اللجان القانونيه داخل الانديه، وشفنا وكندز معنا رياض تويتي ديال نسول سي نجيب رايه في هذه الاستقلاليه ديال هذه اللجان القضائيه، حاله ديال صفاقس. نعم، شدوا الاربيط ترخوه مزيان او 14 الحاله ديال اش سي محمد صفاقس التونسي مقابله بركان عدوا على الاربيط والعالم كله شو شاف داك الشيء، عطاهم 14 ماتش. هذه القضيه انا شفتها بعيني، انا الا شفتها وكان تطلب مني نحكم فيها غادي نعطي عقوبات اكثر من هذيك، لان شفنا متولي في واحد المقابله دي واحد 6 سنين سبع سنين في شي بلاد في افريقيا، هو حتى واحد الحاله ديال بعض اللاعبين ديال الرجاء هذاك شاكير مقابله مع المنتخب الوطني، صدرت عقوبات قويه اكثر من هذه. ما كنتفاجئ انه تتعطي للناس ثلاثه ديال الماتش، ماشي شفناه غيرو كان المحكمه لاكاف او لا المحكمه ديال الطاس كاع براسها، ما غاديش تشوف الوقائع، غادي تحكم لك بتقارير. ومع كامل الاسف اليوم اللي كنستندوا عليه هو القرارات ديال لي زاربيتر، انها عندها اي دي بريوريتير يتعلق بالمستندات اللي يمكن يستندوا عليها باش نصدروا واحد القرار. نعم. كاخر سؤال، كاين اللي كي هذا الشك طروش شويه ونبغيت ناخذ راي القانوني فيها، كاين اللي كيقول لك اودي راه اصلا هذه اللجنه اللي حكمت دابا ما عندهاش الاهليه اللي هي اللجنه الانضباطيه، خصهم يمشيو لجنه المسابقات، خصهم يمشيو لجنه المسابقات. يعني هنا غنوليو في واحد النوع ديال التخربيق، فالطاس قالت لكم عزلوا وديروا اللجان المختصه، انتم مشيتوا للجنه الغلط وهي اللي خرجت هذا القرار، واش هذا الشيء قانوني، هذا الشيء كاين ولا غير؟ لا 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 لا، هذا مع كامل الاسف هذا تغليط لانه الارتيكل 10 ديال الكود ديسيبلينير تيقول لك لو جوري ديسيبلينير اي كومبيتون بور سانكسيون تو لي مونكمون ا لا ريغلومونطاسيون دو لا كاف. داكور، اما هو او لا اللجان اللي تابعه لو ريغلومون ديال لا كاف، اللي بغيتي هذه ولا هذه. دونك مادام انه كاين ذاك او راه عندها الحق تثبت هذه اللجنه في اسمه. ثانيا بالله عليك اسمح لي، انا ملي تنجي انا وتنقول اودي هذه اللجنه ما عندهاش الحق، لان هذا دفع شكلي، دفع شكلي اخويا كان خصك تديرو قبل ما تدخل عند هذه اللجنه، دافع على المضمون من الاول، قلنا تنتير انا هذه اللجنه ما قابلش، اذا انت دخلتي ودافعتي وهذا وتسالت تصدر القرار عاد كتجي كتناقش الشكل.
ديزولي. وغيكون حتى واحد النوع من التخربيق لانه القرار الاول خداته اللجنه والطاس قالت لهم ديو اللجنه اللي خصها تاخذوا، وعاوتاني غتقول لنا راه ماشي هذيك اللجنه، راه لجنه اخرى كنظن هنايا ندخلوا في واحد النوع ديال العبث. محمد ما جاش مديتها الراسه فقط الصباح وقالوا غادي نوضن بحيث نحكموا في هذه القضيه. هذه كاين الفصول اللي كتاكد لنا بان هذه اللجنه عندها الصلاحيه باش تثبت في هذا النوع من القضايا، واضحه الامور. نعم رياض كاخر سؤال. سي بنحدوا هذه القضيه ديال اللجنه ديال الاستئناف كتلغي ما تلغيش الحكم الابتدائي، بقات شويه عندي ماشي هذيك، لان هنا عندنا في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم عندنا لجان قضائيه، وشفنا اللجنه التعذيبيه كتصدر حكم، وبعد الحالات العديد من الملفات لجنه الاستئناف كتخرج بحكم مغاير لبزاف كاع الحكم ديال اللجنه التعذيبيه. واخويا على مستوى الجامعه السريه خصك تنتظر ما اكثر من هذا الشيء، لان كاع القضايا اللي بثت فيهم اللجان القضائيه في الجامعه راه تربحوا في الطاس، ولك ان تحلل كما تشاء. نشكرك سي نجيب بن حدو الاستاذ والخبير القانوني. عجبتك القضية أبو شكرا جزيلا على قبول الدعوة. شكرا وشكرا سي محمد وشكرا سي ريان. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.